السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أسألك عن جماعة قرايبي ساكنين عندكم. اسمه إيه قريبك اللي بتسأل عنه؟ اسمه المعلم جباري عبمولة. هو منتظرني. قول له المعلم نمرة الطيب. ثانية واحدة. يا أهلا وسهلا. المعلم القباري زبوننا من زمان. هو في انتظارك في غرفة 103. على فكرة معلم قباري يا ريت تحافظ على المعلم نمر وتخلي بالك منه لحسن يضيع من ايدك. اديك شايف فلوس قد ايه جايبها له. يستاهل يستاهل قد كده 10 مرات. قالوا لا كان زماننا مشرفين في سجن القناطر. فالله ولا فالك يا شيخ. اصبر يا اللي بتخبط. اكيد معلم نمر. اتفضل يا معلم نمر. يا دي النور يا دي النور. خير؟ في ايه؟ الراجل اللي تحت في الريشيبس اللي تعرفوه؟ لا لا. ولا جيتوا هنا قبل سابق؟ لا لا. وبشكل في حل. اسمعوني زين. الو معك. الو مديريه الامن. انا ايمن فداوي مدير لخندق السلام اللي جنب المحطه. انا بكلم بخصوص النشره اللي جابها لي واحد من المخبرين عن تاجر مخدرات اسمه نمر الطيب. اسمع، حاول تعطلهم باي طريقه حتى لو قفلت عليهم الابواب. انا جاي حالا. مع السلامه. يا حسن جهزوا نفسكم حالا. زي ما قلت لك. لا ابدا، بس انا لقيت الضغط عالي عندي شويه. وتوصل الصيدليه اللي جنبنا دي اجيب حاجه تنزله. يعني من فين معلم قباري ومعلم نمر؟ المعلمين فوق قاعدين مع بعض المغزى، يعني قاعد الشغل، فانا قلت اسيبهم لوحدهم. السلام عليكم. تحت امرك يا معلم. مع السلامه. خصوصي فاهم؟ مفهوم يا بيه. انتوا مباحث. بس مفيش مباحث بيدفع فلوس دي كلها. خليك في حالك واطلع على طول يا جسمه يا ابن التسمه. مباحث عليا الطلاق. مباحث يا ابوي. اما عريسك ده امره عجيب، هيجنني خلاص. ليه بس يا ابوي؟ عامل ايه؟ ما هو يا اما قليل السوق، يا اما بيستعبط، يا اما فاكر نفسه داخل صفقه وخلاص. صراحه بقى ابوكي عنده حق. المفروض فعلا يكون دايما معاك اليومين دول، يشوف تجهيزات الاوض، ترتيبات الفرح. يا شيخه شوف ناقصك ايه. يا امي انتوا مش فاهمين مناع زي ما انا فاهماه. مناع عاش طول عمره لوحده، لا بيشيل هم حد ولا حد بيشيل هم.
يعني كل اللي انتوا شايفينه مهم هو بالنسبه له مش مهم. كلام نورهان صح، مناع محتاج وقت كبير قوي على ما يتعود على حكايه الاسره دي. حد قادر يغلبه في الكلام؟ انا لحد دلوقتي مش عارف ألزمه باي حاجه. ليه بقى يا ابوي؟ ما هو قال لك انا تحت امرك في اي حاجه. واحنا هنطلب منه ايه؟ ما هو عارف بنتنا عايشه ازاي، ومش معقوله يعيشها في مستوى اقل من اللي هي عايشه فيه. لكن هقول ايه، السعاده حاجه تانية، وانا واثقه اني هكون سعيده معاه قوي. يعني منك الدواله اللي انت فيها دي هتخليه يتمرع علينا؟ انت خدت من ناحيه الدواله فاهم الدواله. فاكر شكلهم؟ هيا باش فاكرهم كويس. يعني تقدر تديني اوصافهم؟ اكيد طبعا. انت تخليك هنا ولو في اي حاجه غريبه تبلغني. تمام يا فندم. وانت تاخد الاستاذ معاك للرسام، عاوز على بكره الصبح صوره تجريبيه لكل المشتبه فيهم. تمام يا فندم. العمليات عاوز اغلاق تام لكل مخارج ومداخل سواج. على كام؟ على كام؟ بعدنا يوم الثلاث، انا اللي اتصل بيك بقول لك تستلم ميتا وفين. انت شايف الحكومه حاطه عينيها علينا كل مطرح. انت مش هتهدي فلوسك يا سيدي؟ خليها على الله، ربنا على الخايل. يلا بالسلامة. اي خدمه تانية يا سيد العميد؟ توكل على الله يا ابني، توكل على الله. السلام على الباشا. حبيبة قلبي دي كلها أمور هينة ممكن تتلم بعد الجواز، لكن الشغل اللي في يدي ما ينفعش يستنى. شغل ريحته وحشة. ريحته زرايبي ما يليقش بعريس وعروسة فل وياسمين. لا، يوم الثلاث بإذن الله، يوم الخميس هتكون دخلتنا، وبعديها هكون كتاب مفتوح بين إيديك الحلوين. صباح على خير يا قمر. آه حلوة عسلة. دول حقي ودول لازم يروحوا النجع من غير ما حد يضرى، بس قبل ما اخصم رسم المرور الصحراوي. انا بعت الصور لمديرية امن القاهرة زي ما حضرتك امرت. اه بس واضح من الاوصاف سيادتك انهم كانوا متنكرين. ملي على الكمبيوتر كل الاحتمالات التجريبيه لنمر الطيب من غير تنكر، وسيب بتوع مصر يشوفوا شغلهم. امرك يا فندم. بعد اذن سعادتك. لكن ايه راي سعادتك؟ شكله مألوف زي كل الاشكال اللي حوالينا. الكمبيوتر هيجيب كل الاحتمالات الوارده وباذن الله نوصل له. ده لو كان في سوهاج اصلا، لانه في احتمال كبير يكون من محافظه تانية. المهم نوصل له، إن عندنا حاجات تانية أهم من المخدرات. ألو. أيوة يا معلم جباري، شكلك اتصلت من تلفون في الشارع. كويس، لأن أكيد تلفونك متواجد. اسمع يا سيدي المفيد، يوم الثلاثة على الضحى يعني الساعة 11-12 التسليم في المكان اللي اتفقنا عليه شرق الفيوم. ايوه، والسيم تايه والدليل، وهتقول له فلوسك في جحر الارنب، هيديك الامان طوالي ويسلمك. طيب يا سيدي، مع السلامه.
يا رب فوتها على خير، دي اخر مره. تمام اعملوا كردون حوالين البلد وركزوا على كل العربيات الغريبة عن المحافظة. تمام يا فندم. وانت شريف هو مستر، عايزك تشوف عيلة القتيل وحاول توصل معاهم لأي معلومة عن العيلة التانية. حاضر يا فندم. صباح الخير يا أحمد باشا. صباح النور. خير في ايه؟ سيادتك بالنسبة لموضوع نمر الطيب تاجر المخدرات ماله، عملت ايه؟ عملت لسيادتك مجموعة صور لكل الأشكال المحتملة للأصل. وريتهم لحضرة الضابط شريف؟ حصل يا فندم، بس مع الأسف ولا صورة منهم تطابقت مع أي تاجر مخدرات متسجل عندنا. يبقى أكيد مش من هنا وكان محطة استلام. على العموم سيب الصور، وأنا احتمال أحتاجك في حاجة أكبر من كده. شكرا يا باشا، بعد إذن سعادتك. مع السلامة. آه يا نمر يا طيب، شكلك داهية وعامل بلوى مسيحة. ايه ده؟ مناع؟